في رحاب القرآن ألقيت رحلي وبترتله طويت مصابي ذاك كنزي إن افتقرت وفجري في الدياجي ومنقذي في الصعاب. أريد مرة أخرى أيها الإخوة أن أذكركم بضرورة الارتباط الشديد التام بكتاب الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. قلتها لنفسي ولكم وأقولها مرة أخرى، من كان له ورد فيما مضى أنه يقرأ مثلا نصف جزء كل يوم فليجعل ذلك جزءا، ومن كان له ورد يقرأ في كل يوم جزء كامل فليجعله جزئين، وهكذا. الإمام النووي ينقل الإجماع على أن تلاوة القرآن أفضل أنواع الذكر، فهو أفضل من الاستغفار وأفضل من التسبيح وأفضل من التهليل وأفضل من سائر الأذكار الأخرى. وأحب أن أقول لكم إن مفتاح الفرج لكل ملمة إنما يتمثل في الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. طبعا أنا عندما أقول الارتباط بكتاب الله أعني أولا تلاوته تلاوة سليمة، وأن يكون التالي قد تلقاه من قبل، وأن يكون بتدبر كما ذكر العلماء، ذكر الإمام النووي وغيره في هذا، وأن تكون التلاوة بالآداب المعروفة لتلاوة القرآن. فمن ارتبط بكتاب الله عز وجل بهذا الشكل جعل الله له من كل هم وغم فرجا، سواء كان هما خاصا به أو هما عاما. هذه حقيقة أيها الإخوة. شيء ثاني أيضا أريد أن أقوله، كل منا يتعرض في حياته للكرب للغم، كلنا يتعرض لهذا، كما يتعرض أيضا للفرحة وللانشراح ولا ندري ما أتاه. ويسألني كثير من الشباب والإخوة يعني عن هموم تفاجئهم، عن حالة من الكرب تساورهم ولا يعلمون يعني سبيل النجاة منها. أقول لنفسي ولكم جميعا، سبيل النجاة من الهم والغم الالتجاء إلى كلام الله، لا شك في هذا ولا ريب. ومن مارس هذا الذي أقوله لكم يدرك صدق ما أقول. نعم،